السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير والنور والسرور والرضا والعافية، وصبحكم الله على كل ما يسركم. آخر لحظة في هالفندق، لقطتك شيري ويوهل بال اللي يشلون الشنط مال يعني هاي الكونسيرج، وشلوا الشنط وحدة، شيء وحدة من الشنط بشلها وياي، والشنطة الثانية بخليها عندهم يوم بني بعد 4 أيام أو 3 أيام أظني، بناخذ الشنطة من عندهم وبنسير الفندق الثاني، ما أدري شو اسمه. هذا كل الترتيب، ترتيب نور ترافل، هم مختارين الفنادق وهم مختارين السيايير والأماكن اللي بنسير، سوينا جدول كامل. يعني أمس ما رمنا سرنا مال الروبوت، هذا الروبوت هالرجل الآلي مالهم، ما وحالنا، نحن تأخرنا في سوق السمك الغلط، وبعد ما وحالنا نوصل ديزني لاند، سرنا البارحة سي لاند البحرية هالحديقة اللي عدالها، والله نسيت اسمها، ظني سي لاند، نسيت والله شو اسمها. هاي وايد فنان العوائل وكل شيء، لكن اللي أكبر عنها واللي خدتها اللي موجودة في فرنسا ديزني لاند، هاي نحن بحمار من نوصلها، سبه إنها تعبنا، ولا هي ما شاء الله عليها خيل، يعني ما عولت ولا تعبت، وفيها ما شاء الله طاقة ونشاط، يا الله يحفظها. يا غير نحن ابوي بنشرنا، نحن الريايل بنشرنا، وهي ما شاء الله عليها الدتش كما الخيل المعنونة المراد. أمورنا نحن طيبة، وحين سار إن شاء الله بنزل بسير فوق، بنتريق على الشباب يتريوني وبصور وياهم فوق الصبح. يلا بغيت ارمسكم قبل ما اظهر. يلا بالنسبة للمطعم يفتحون اظن الساعة 7، باقي 3 دقائق، نحن جايين مستعدين. قانون من الفندق هذا اللي في المطعم اللي في الدور 17 العود، هاللي نحن جايزلنا اللي في الاكل الشرق الاوسط ومال كل البلدان العالم، يعني مسكرين والعرب يتريون، وربعي يوي فوق، محمد وابراهيم يولي فوق وما ربطوني، نزل حتى ريوني في اللوبي. الحين دقوا لي تيلون، انت وين؟ قلت ابوي انا فوق. الحين ابوي ما جينا؟ قلت لا 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 انتوا غلطانين، انا جالس ورا السنطوانه سمعتكم ترمسون. والله قلت اي نعم، اشيركم فتحوا المطعم عاد هالبدبش يعرفون شو السالفه. يكون شبك عند هالبالحلال، عند هالبالحلال يكون شبك بين الزرب، الله يسلمكم، زرب عود يسرح انه يمرح فيه الحل، يسرح ويمرح فيه الحلال. انزي يوم يعدي الله يحفظكم وقت الطعام، فتحوا المطعم قبل ما يفتحوا المطعم يكون شيء باب، الباب هذا يكون بين الدبش وبين المطعم، ويفتحون عاد المطعم درع من كلهن دبش مرة واحدة، دربي 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 شي تروى الحين المنظر. عاد يعرفون هل يفهمون شو أقول، هل بالحلال الله يحفظهم، بالأخص عاد هل بالهوش ولي عاد. ها نعمة من عام الله سبحانه وتعالى، ما فيها لا عيب ولا منقود، دبش بعد شيء خير عن الدبش. هناك وين ما شيء وايه؟ Good morning. صباح الخير. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أنت؟ طيب شو مساكم البارحة؟ الحمد لله. زين؟ الله ملك الحمد. زين. وين محمد عيد؟ تحت، قلت له يلا تعال. شو هاللي تو ظهر؟ تحنحينه لو شو؟ تحنحينه؟ هاي تحنحينه لو سعلي؟ لا تحت. Extra cheese, extra cheese and extra mushroom. And this is the chili. Yes. Yes, inside. Hey. Yes. Yes, more. Yes. That's it, enough. اقول لكم مقترحي لهم ان شاء الله اذا الله راد، انهم اكيد بقترح على الاداره انهم يفتحون الساعه 6 بدل ما يفتحون الساعه 7. يعني العرب
يعني تجلس تتريى والوقت وايد يتأخر عليهم. فالناس أعتقد أكثر ما يحبون أن الوقت من وقت يعني يكون الريوق. الناس وايدين كانوا يتريون. بدل ما نجلس أبوي نحن وغيرنا نتريى مقترح مش غلط. على ما قالوا هل بالحلال لقحت ولا ما ضرها؟ فأتوقع أنه مقترح لازم يأخذ بعين الاعتبار، لأنه يعني أكثر عن 30-40 نفر يتريون قبلنا. فأتوقع أن المقترح زين وفنان ورقم واحد. ويحط الثلاثة الأومليت كلهم في صحن واحد. أو حياته ما أظن حد قال لها هالطلب، حياته ما حد طلب منها هالطلب أنها تحط ثلاثة أومليت في صحن واحد. ليش عادة؟ لأن نحن بناكل ضربة، عيبني أن الأكل مع بعض زين. وهذا أبوي مالنا وهذا الأسد ورب أن تعاونه وما ذلوا. أكل اليمع زين رقم واحد. عسل عاد وعسل، وانت اليابان عسل ابوي جميع الزهور اللي في الدنيا في بلاده بعد شو ترى شو تدور هذا بلاده رقم واحد. هذه داقة تليفون أملت مالنا. يلا ابو احمد، ابو احمد جود مورنينج، صباح الخير. كل حد يقول ابطا عليكم محمد. لا انت اللي ابطيت. انت قلت لهم انا، قلت لهم ابوي هو محمد يا قبلي وانا اللي تاخرت. يا زين. والاخ ابراهيم. ابراهيم يا عقبي دقيقتين. زين هاف ا سيت. اترك ما يجوز. شكرا. محمد الصليطي. ابوي عيست ابراهيم من كثر ما تخبره، لو تبى نطير تبى نسير. ترى ابوي نحن مسوي لنا ابوي الترتيب ونمشي ابوي على حسب البرنامج. الحين انت رمسك لا انت ولا انا ولا ابراهيم، حسب البرنامج ما كنا حشرك يا الله. يعني لا خلاك ترقد في الليل وحين منا شينا الصبح وهو يا سلك ودا الا خبرني الا قول لي وخبرني شو هالمشكله. لا حليله امس رقدنا انا وهو بالوقت. واللي قبل شوي كان يغامز علي يقول لي ما رقت من كثر ما يناخر الصليطي. لا حشة والله ما ناخر. لا ميمبري الوتيل في مالا في مالا. الله في شناطنا. الله في شناطنا يرد. الحين هذا ان شاء الله متكلين على الله سارين الى المطار. شو اسم المطار؟ يا الله ربي يخلينا نرمس. ما ادري ويا منو يرمسكم. ابراهيم تخبره شو اسم المطار اللي بنسيه الحين؟ ناريتا هو اللي نحن جينا منه. الحين مطار ثاني نيم اوف ذا ريست شو اسمه؟ ذا ايربورت. واتس ذا نيم فور ذا ايربورت؟ سجل هذا ما ياسا سجل ولا كني ارمس. اكسكيوز مي نيم فور ذا ايربورت؟ تشورو. تشورو؟ تتكلم هندي؟ عرفت ليش وقال؟ ايه اجذبك شجورو قالك عشان في مشموش شموس تدو مغاني ماشي تدو ماتي كلاس وين وايد مشكلة ابراهيم وايد ممتحن من عمرك. كم جالس تصور عمرك الحين انت؟ لا اشوف التضبط والمقاطع مسحن. ما لازم بتمسحن يا ابوك. شو حرام يا ابراهيم وايد تصور عمرك؟ لا صور عمري. ها 1000 صورة الحين من ظهرنا لين الحين 1000 صورة يا خالد. ها يا قلبي. مطار اسمه هنيدة ووصلنا شريته يبعد عن وين نحن ساكنين؟ من بريال. اظني ما اخذ يا سعد عليهم سالفة حتى ما وحالي ما وحالي اكمل السالفة. 10 دقائق ما وحالنا وخلصت. لا وصلنا ما وحالي اخلص السالفة. وحين قلت قالوا كم قلت لحي وصلنا بصور للعرب المطار. كيف الحين اخبركم بالسالفه ونحن بويا الحين عبايد بيقول يا ربي نحن بعد نبي نعرف السالفه. نستمت على مسلسل على جزئين. هي على جزئين. هاي وصلنا بوي ترى المطار. شو الطياره وين تمشي على الجسر ابراهيم؟ هذه ها
الجسر. إيه يا لعب سلم على ناريتا. هب ناريتا شو اسمه؟ هنادي هنادي هنيدة هنيدة اسم المطار. أول مرة بحياتي أشوف طيارة على جسر. أول مرة تفرج من المطار. أساميهم صعبة. هنادي وأنا قلت هو هنيدة. أمين إحنا آسفين على التأخير. مع اللي سامحينا. نحن آخر ناس نسوي تشيكن. نحن تأخرنا. أمين الساعة كم الإقلاع؟ ثمان ونص. أبوي مطار حنيدة. هذا أبوي مطار رقم واحد فنان على ما تشوفونه. دولي وداخلي. اثنان في آن واحد. بلاد من كبره هذا القسم واحد ترمينال ما ادري كم شو اسمه عاده رقم شو ترمينال ما ادري ونحن اخر ناس 8 ونص بتطير الطياره يلا يلا قبضوها قرب الله تطير والله انها ما شاء الله عليها هاي المراه الحديديه محمد بعد شوف بعد الطيارة بنتأخر عليها نحن آخر اثنين آخر ثلاثة يبي بشلع عنك هذا كان مثقل عليك آمنة كم عمره؟ سنة و 14 ليش أخروك هناك داخل تونا؟ خلاص الوقت الحين خلص لا أخروك يبي يتحررون خاطفتنها صغيروني تربعي يتحررونها خاطفتنها لمنين؟ ما شاء الله وأحمد سلام عليكم مرحبا أبوي صباح الخير ويبناها إي والله ترى محمد من النوادي اللي يطفون شيء سوائل حتى لو مليانه ولا مناصفه ممنوع من كثر ما هم سلسين وجيد هي طيبين خطفوا الكلمه ولا ممنوع في كل مطارات في كل مطارات الدنيا العوده والله لو دواك عن الموت ما خطفوه الحمد لله يا رب العالمين ويلا صح وين بسيت هي ويانا حين شو اسمه وريلها بي في الليل هناك البلاد اللي نحن سارينها وبياخذ عنها ولدها فكاز ويانا طول الوقت يعني مثل ما اتفقنا يعني طول سفرتنا هي معانا في لين ما تصير عنا الا وقت الرقاد مثل ما شفتوا لكن لان الطياره فاضطرت انها تشيل ولدها وياها تبع الشركه يعني صخ ايها عشان الجزيره هاي بعيده عن طوكيو هي جزيره لحالها ما تقدر تروح لها بالشنكانسن ولا شيء فقط تقدر تروحوا بس بالطيارة. شيء يميز الجزيرة هاي اللي نحن سايرينها؟ هي منطقة ثلجية صفر تحت الصفر درجة أحياناً توصل وكمان أحياناً يا ريت لو تعلين حسك ممكن؟ بس فيها مناطق سياحية مرة حلوة إن شاء الله إن شاء الله. كم مدة الطيران؟ شوفوا اللي على اليمين سايرة أوساكا وهاي اللي على اليسار سايرة سابورو نحن سايرين سابورو. زين؟ تعالي عاد رمسيني شو تبين هم التحينة محمد صليطي ودر الحرمة أنا أبويا أبويا أنا إبراهيم بس زين أقول لك بنستانس إن إحنا هناك بإذن الله حتشوفك مرة حلوة المكان إن شاء الله إن شاء الله بتعرفوا الأخبار خلاص من أوصل إن شاء الله كل الباكيج كامل الناس عجبتهم هاي الباكيج كيف لا هي ما تصورها عشان أيوب مرة عمل ما عليك من أيوب عن الله تابع زين ما عليك احنا رايحين الحين سابورو هاي منطقة سياحية هي. بردة بس مرة حلوة ان شاء الله حتنبسطوا بالمتابعين استاذ خلد مرحبا بكم في سابورو والله عليك الله يحفظكم هاي المعروفة بالتشيز كيك والله شو الأشياء المشهورة عندهم؟ المشهورة في السويت هو تشيز كيك علشان كلها حلال هناك إبراهيم How are you? I'm fine baby الحمد لله What about you? الحمد لله رقم واحد مستواهم الخدمي من أروع ما يكون الجبان وسلسين الموظفين
في المطارات في منافذ الدولة من أسهل ما يكون، سلاسة وطيبة وترتيبهم زين شغلهم ولا أروع منه. واحد ما يروم يظلم خاتوه مكرمينك ومحشمين وحاشمينك في دارك في دارهم. نيو شوتيسو، نيو شوتيسو الحين نحن موجودين في هوكايدو، هاي البلاد يسمونها هوكايدو. اضطرنا من مطار هونيدا، كانت مدة الطيران ساعة ونص، وصلنا هالبلاد الفنان من فوق، لكن ما رم تصور لأن التليفون كان معلق ما طاع يفتح أبدا 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 ما طاع يفتح. وصلنا المطار، المطار فنان ونظيف ويلق وخدمة فنان، ومطار داخلي القسم اللي نزلنا فيه نحن هذا. والبلاد هاي اللي نحن فيها هاي هوكايدو ما تروم تيها إلا بطيارة، غير طريق طيارة ماشي، بلاد بعيدة. هذا اللي تشوفونه هذا. هلو يس هاو ار يو جود This is Noor Travel. We are coming from Noor Travel. هاي تريانا من الشركة روحة اللي مسوينا الحجز، مسوينا الترتيب، هذا يشلنا حينه بيودينا الفندق. الحمد لله على السلامة إبراهيم توفيق. الله يسلمك. وأحمد الحمد لله على السلامة. تسلم الغالي، تسلم وأنت. ويلكم تو هوكايدو. ويلكم إن هوكايدو. بلاكم صاخي. لا تكيد. ويلكم ويلكم مصطفى. هي هي. اسمه ولدك؟ أيوب. 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 سلام عليكم. والله أنا. إبراهيم. أبويا. لو لو معرش عندك ولد حنمونة. لا عد حنمونة ما ظني بس حنمونة. إن شاء الله إن شاء الله. لا لا أبو محمد. هادو ها. شايف أرجيك. ها؟ هذا تيري تعالي شوفيها. في عادة تشوف التصوير اللي قبل. تحملنا القشرات وخلصنا. والله ولا سكينا شيء كانت ورا الصدق. هو الفقير ها روحه تعبت وعندها ورا سيارتها القالوصة. حطينا أغراضنا كلهن داخل. عيش شلينا اللي على شنطة شنطة. حق ثلاث أيام. ثلاث أيام يعني هنا أربعة. ده أمينة كم أنا يلس يومين؟ يومين. يومين لثلاث أيام. هنا يومين. هي. بنروح وساكن. وساكن طيارة لو قطار. طيارة من هنا وساكن طيارة. بعد؟ يا ثلاث سنين. يلا thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. شو تقولين آمنة؟ سمحوني إذا في تقصير مني إلكم. أنا روحي ما بمسامحنك لا تقولين ما في. ما بسامح ابدا. وايد تدري شو سوى بامن؟ نسيت تليفونها ابوي. الله يعزكم في الحمام. وسارت الحين يا بنت اقول لك بلادهم شو هالامن شو هال يعني بلاد ما في احد يسرق؟ يعني ابو يسكرون مراكز مراكز الشرطه. ما له داعي. حق مراكز الشرطه حين ها امينه؟ ليش ما في حد يسرق انتم عندكم؟ أمان وأمينين وما يتلوتون ومتحشمين في لبسهم بس قاصرنهم الشهادة. سبحانك يا رب. وخلي ما لازم يوخون لغرب الله تعدوك. مديك بعد مرة بس خلاص يسد بس يسد. Yeah. Hey, I have to wear this. Yeah. Okay. I have to wear it. لازم هاي بقى. إبراهيم. وين إبراهيم؟ يلا أبوي. يلا تعال. إحنا عبا خبركم نحن وين وليش جايين هالمكان وليش لبسونا هالنمونة. شو سالفة تزربيل هذا كله؟ بخبركم. يلا تعال إبراهيم. يلا يلا. يا رك الله يا رك الله يا إبراهيم يا رك الله يلا
هذا كورونا يوم تدخل المستشفى ده هو عباره حين المكان اللي نحن فيه هذا لا هب هوسبيتال هذا مكان اشد ودعس هاي الشركه شو اسمها مورينيتو هاي شركه تسويق الاشياء الحلال ايوه مورينيتو هي شركه هي كمان معروفه في الامارات تعلن في الامارات كمان هي كلها حلال سويت في الامارات هاي موجود في الامارات هي حلال بتسوي بتعمل الاعلانات هنا شرف لهم تدخل تزور هاي المكان شكرا جزيلا よろしくお願いいたします。森本の松原です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではこちらのお客に。We have several Hokkaido confectionery, and please try to Japanese confection, such as this. Please. كل من العيش. من العيش. نعم. هي. هاي أنواع السويت اللي هم يخدمونه. كله مشتقات من العيش. Milk products and azuki beans. Azuki beans. هاي حقة الفاصوليا الحلوة اللي قلت لك. هي اللي كلنا منها من يومين. من يومين. هي والله. الفاصوليا الحلوة. هي والله. هاللي كلت أنا منها من كم من يوم فاصوليا تحراها دبس بدون أي تصنيع هي شيء من الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع الفاصوليا شكر ريج. ويسوون لها اشياء يعني للحلويات يعني يستغلونها يوسين وهو زار دبي يو ستي ان دبي فور يير فور ييرز اجو هي از 7 دايز وي ستيت دبي جود جود ناو اف يو جو تو دبي اور يونايتد عرب امارتس فيري ديفرنت افري داي تشينج افري داي تشينج ان اور كانتري But you was there 4 years ago. Now you can't believe it when you go. You will find a lot of different. Very interesting. Thank you. And such a this, this cookie, this confectionery, every year, very so much eat. Today, just we have this cake and this confectionery. Please wait. Okay. كلها حلال في اليابان. هاي سويت كوكيز. هاي كمان هاللي ذات منتجات يابانية. منتجات يابانية كلها حلال. كلها بالحلال. أيوة هاي كمان. إبراهيم طعمه أبوي هذا. هذا تصوير. إيه. أنا الحين بطعم ما بعنا بعنا بخلي شيء. ما هرم ما خلي شيء غالبني. أفوت شيء أنا. البينز هذا اوكي البينز هذا هل انه مزروع ومشتغلين فيه في اليابان انتاج كوكو نيهونجي نيهون نيهون ديس اليابان في المدينه هاي اللي احنا اللي فيها هوكايدو هوكايدو نو ازكي ديس هاي هوكايدو وش هل انه هذا موجود في اي بلد ثاني ولا بس هني الانتاج ماله كوري وا ارو نيهون هوكايدو نو ازكي تو 砂糖と寒天というもの、この3つだけです。ثلاثة أشياء هو السكر والموية والبينز هاي بس بيسووها هيك تصبح زي الكريمة. سبحان الله.彼が作りました。هذا هو صنع هالأشياء. هاي هو من شيء بسيط كان في اليابان شيء بسيط إن الرز سوى الحلاوة اللي رحنا نسوق لنا. هذا الشيف اللي تشوفونه يقولكم ان يعني من عيش بس من عيش سووا ثروه بالمليارات
فخاطرهم ان كل الشيء اللي سووه وتعبوا عليه ان العرب يستفيدون منه بطريقه ومن منتج حلال وبطريقه مفيده وصحيه، لان في اليابان اكثر بلد ناس معمرين في الكون في اليابان، توصل اعمارهم فوق ال 120 سنه. شو السبب؟ لان اكلهم كله صحي وهم ناس امينين، يعني ما في مقارنه بينهم بين اي بلد ثاني. بالنسبه حقت الحلال، وهاي الشركه الاولى واللي موجوده في اليابان اللي هي انتاجها الاشياء الحلال من حلويات ومن كوكيز ومن كل من السويتس، يعني كل انواع السويت بانواع واشكال وكل شيء، واغلب منتجاتهم من الحبوب، كل منتجاتهم اغلبها من الحبوب اللي هي البينز والعيش والاشياء اللي يسوونها كلها من مشتقات الاشياء هذه، الاشياء الطبيعيه. يعني بدل ما ياكلون عيالكم اشياء كيماوي وفيها اشياء الوان غير معروفه انتاجها من وين، هاي شركه تسوي حسب الشريعه ومطبقه الاسلام وبشراف الحكومه اليابانيه. يعني مستحيل يستوي في اي شيء من الدول اللي تستوي في من الاشياء تسوي في البلادين اللي غير. يا اشوف ابراهيم رهيبه صدق ولا؟ نعم رهيبه. انا اللي امس طعمته شرات مره ثانيه اصورك فيها وعملها بصباك وشي. نمبر 1 نمبر 1 ديليشس انا امس اقول لكم ترى يرد بالطعم. شفتوا لابو فروه الكستنه اللي يوم مره ذاهب ناضي حنموني يرد طعمه شيء جميل ولذيذ. انا امس كلت عاد مخدوم على كعك الحين شيء صريح بعدني ما طعمته. ان شاء الله الجمعه زين صبروا عاد عندو كبر على القوطي بكبره زين قال ابوي لا تطعين طعوم قالوا انا مجربنه من قبل غير الحين ضروري اجربه مره ثانيه. مجربنه كذا مخدوم على كعك تعرفون شو ظهر؟ ظهر اللوبيا. هب اللوبيا البيضاء هاي شراتها لكن حمراء. اللوبيا البيضاء شراتها هاي لكن لونها بني، فلذلك طعمها حلو. حلو شرات الشكر كأنك تاكل شيء فيه دبس مدبس وايد لذيذ فوق عن اللذيذ. بعيد أخير عن الأشياء الصناعية والأشياء اللي فيها ألوان والأشياء اللي فيها إضافات. ها بدل ما يأكلون عيالنا السقم اللي ما وراء فايدة، هذا حبوب وطعمه قاوي ولذيذ وفنان. عيبني فلازم أكمل. نوع من أنواع البسكت بعد بسكوت مال فراولة. يا أبوكم شيء لا صار ولا استوى، يعني زين حق كبسكوت اللي أقصده كبسكوت ما بنا شيء حين بمورد ولا زعفران، لا بسكوت لكن طعمه مميز، لكن ما أدري حين هذا يبيعونه من حق الخليج يبيعون للعالم. شو اللي أسبوعك يا الله أسبوعك الذهب صمعة أهل متن بارك الله فيك. تعرفين شو ذهب الصمعة؟ Good? Big or small? Huh? Good? Huh? Friend, small or big? Very good. ما بعرف وين تلاقى. متلاقى عمو. متلاقي؟ إيه. يا سلام.
شوفون هذا الحين نوع من أنواع الحلاوة كل مسوين من العيش هذا النوع توه حين سوى قدامنا وهذه العينة روحها الصريح خالي العينة مخدومة من العيش قرصة وحط داخلها بعد هذا نوع الفاصوليا هذا اللي شفتوه مهروس اللي توني كلت اللوبيا ها حطها في النصيفة هي هذه هاي ها تشوفها اللي داخل كورة من الفاصوليا مهروس وزاهدة من اللوبيا ها حطها داخل عقب ما قرصها شوف شو سوى هذه دل ما هزين ما زين ها شوفوا ها. ها. شيء ها بعدها بعد نوع من الفاصوليا البيضة حطها في النصيفة كل هذا من الحبوب كل من الحبوب والعيش عيش طريقته هاي أول حلبة الحين الطريقة الأول شيء هاي لحطبة شوفوها اللي تشوفونها عنده وايد ضروري التركيز كانت مدورة فنخها وسويها لازم شرات ضروس الخيل وشرات حبة العقب يسوي لها طعجة في النص وين ضرس الخيل روحه يسوي له جرن شرات هذا هالريال كم تتوقعون عمره كم تتوقعون عمر هالريال سبحان الله الله يعطيك العمر ينبول كركب الفص على الخاتم ها هذا هذا نوع من انواع الفاصوليا اللوبيا لوبيا صفراء واللي داخل لوبيا حمراء اللوبيا اللي نتريقها الصبح مفص اسود هايج زين الصبح ترى نتريق في الامارات شو لوبيا ولا فاصوليا لوبيا ولا دنقو ولا باجله وايدين يعرفون الدنقو ويعرفون الباجله اللوبيا جليل اللي يستعملون اللوبيا اللي حبته شويه طويلون وفيها فص اسود ما عارف يسمونها هناك نحن مستوينا نسميها لوبيا البنية هذه مخدومة من اللوبيا مسوي لها إضافات يعني ما شكر وعسل وما أدري شو ويخبطون وتغلي هالنمونة المهم كل مكوناته ما في شيء صناعي فلذلك يغلي بهالناتج الحين هذا كله من البذور اللي هي حبوب حبوب لوبيا وعيش غيره ما شيء وين منهن؟ ها شوفوا ها وين هاي؟ هذا هاي تشوفونه عيش ولوبيا وهذا ش أشكال ها هاي على فكرة هاي وردة الساكورا أيوة أنا أقول أعرف أمس مصوريها كم ودي؟ هذا هاي على أنواع أنواع وأشكال غير مختلفة بطعم يختلف بشيء صحي تاكل حلاوة لكن الحلاوة هاي غير ضارة شو السبب انها غير ضارة هذا اللي تشوفونه تدرون كم عمر هذا ما بتصدقون 90 سنة 90 سنة عمره ما شاء الله تبارك الرحمن والله العظيم ما عندهم اوكي هي ورد الورد كيف من أبسط من أي صورة بيصير جسمها كده سبحان الله هذا شيء من هذا مثلا يميل إلى قصب السكر البامبو نوع من أنواع البامبو بعد كله انت ها كله شغلهم وكله على حسب الشريعة الإسلامية وزيوت حلال وهني أشهر شيء عندهم ليش تشتهر هالبلد بالكيك والحلويات تشتهر لأنها أكبر منطقة في شنتي اليابان فيها أبقار الأبقار والزبد زبد البقر وهي الاستهر هو فرح كتير باسمك أنت بجيتك هنا هو الوحيد اللي عنده شركة الحلال هاي مورينيتو أها اللي هي بس الحلال هنا في هوكايدو هاي هي أيوة صور الحين هم حاطين لي هذا يبوني أنا الحين راووني هناك الطريقة يبوني أنا أسوي هذا هم ضارين على اللوادم اللي ما تسووا شيء
ولا سيادته ما يدرب عمارهم ابوي مغاصه ولا على قيس ها ما شي تبعوه ها ما يحكي تبعوه انا روحي باحث ابوي حتى نجيب داوي يا بنتي الحين انت يا ابو انت ما سويتيها هات مرة لفة بسوة ايوه هات سويت قرص ايوه هاي ايش كرب كله كرب كله ابراهيم دون منك وصور ابراهيم هات دون منك تي هات مرة لفة هات خد مرة خد مرة تحولها هات سوف تطوع ايه شوي شوي هات ستنا قراء خلو شوف ابراهيم ضغطت لين الحين الحمد لله هاي ايوه كنا اشتي هاي والله لا سهل ما صعب هاي ايوه رقم واحد هاي هنا تني شروي شروي طما هاي どうかで、白い。白い。はい。ベーラ。はい。こちらの白い。白い。ね。はい。はい。真ん中。はい。真ん中に置いて、で、外側を تصور انت لا تصور بيت شو تبغى يجي حطها يا ربي يا صديقي هذا الحين طالع مسوي يا نجاحي يا رب الغالي حبيت انا اروح اللي نجح هي ايوه اخو اسكت اسكت هي ولا زين هذا الواحد يعلم العرب ها هي ايوه ليش تغش ما تصير لازم ابي センター真ん中に、はい、センター。中心、あ、上、下、はい。中心に、はい。取ったんです。はい。オッケー、オッケー、オッケーですか?はい。そして1本、あは、筋を入れます。上から下に下げます。はい。はい。これを。はい。はい、4本目いきます。 はい。あ、そういったタルブやん。色んな花が。やあ、だ、あの、セットがある。全。はい、ちょっと、この。全。はい、指を。はい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 。は
ترد خلاص آه. خلاص شوف آه. قوي هناك إيه هاي ترد ها تسوي هالدروس ها إبراهيم إيه خلاص إيه شوطة شوطة ما شوطة يا رجال فضحتنا كاني صغير والله كنا صح نسوي حاطو حاطو أنت غير نمونة أنت أسبوعك ما بمال هالخدمة そして真ん中に黄色いイエロー真ん中に、はい、真ん中に、はい、真ん中に、サウォル？あ、サウォル、サウォル、やブハマド。はい、これで、えわら、これで完成ですね。はい、ナンバーワン。あ、ちょっとフィニッシュ。ちょっと待って、タラ、タラ、あ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 、اللي سويته أنا بحسن عنكم كلكم شو أنا رقم واحد وانتي مع فصة والله رقم صفر وين محمد وين أشوف ها
ابوي ذس از نمبر 0 شو اسمه واتس هيز نيم ناصر علي ناصر علي يا الكذب واتس هيز نيم هوسوي حسين ذس از هوسوي جود جاي بحب انقمه واتس سكور ناتي ديسكا هاو ماني بيرسنت اوه 80% ها ها 80% 80 كم 50 الحمد لله دواج واطلبك هذا ابوي اللي يبد منك انت لا هاو اولد سي هاو اولد سي ما فهمت شفت سوابنا الحين بيدخلون ابوي المعمل اوكي يلا يلا دكاترة يلا دكتور محمد دكتور ابراهيم انا بسوي عملية قيصرية لازم هذا ابوي اول قبل ما يدخلون المصنع كان حد فيه اخبار ولا شياته يدخلون دقيقه يظهرون من الطرف الثاني دخلون الحين داخل هذا ينفخ علينا هذا ونتخبط بعد هاي عادة شن أي قبار أي شيء بيصير أصير 40 كمية لازم هني هاي مو بسوي لي أنا أنت سوي لي ما في أي قبار أي شيء مشاكل بسوب لازم مرتين تغسليك اول صابون هذا وعقب بعد عقب مرة ثانية هذا كله على اساس ان احنا بندخل الحين المعمل مالهم وين يصنعون وين يصنعون الحلويات اوكي يا اخي شغلة اول محمد اول حمر هي هي يلا عاد انقفض خلص ايوه الحين خضر قلت بسم الله يلا بس خلص هذا هو كله يلا نشفاكم هاك لينكس ها محمد الحين هذا الحين هذا يلا حينه دقه بس وهنا اذا عرف اخر تغسل بهاي بعد محمد تعرف ليش قالوا لكم ارفعوا يدكم لا تسكون ثيابكم من عقب غسال اليد بسم الله الرحمن الرحيم ابراهيم تعرفهم هاي اللي يظهروا مع سلاحف اللينجا سلاحف اللينجا زين انت الزعيم ترى زين علي ما قلت عيله يا رب يا هو مصنع يا رب شوف الثلج والله عليكم شوف الثلج يا ربي هالمعمل مكبرة بلاد مكبرة هلو تحرى عمرك دا تخطف على غرف عمليات مليون غرفة وغرفة وكل غرفة كل غرفة من اللي توني صور لكم إياها فيها كذا موظف داخل يخدمون كل اللي يخدمها شوف مثلها شوف المخابز طالع يا ربي هذا يا رب البيت والحرم هذا أو هالي دخلنا نحن في هذا ها؟ اللي عندك أزرق هي كل شيء اللي على رأس أبوي ها هذا اللي يخدمونه الشيف اللي على رأسه شيء أزرق ها ذاك هو أكبر هاي الفاصوليا هاي الفاصوليا هلو كونتشوا هاي كونتشوا كونتشوا
شوفوا حبة حبة شغلة متعبة. هذا كله عيش، هذا اللي تشوفونه هذا كله من عينة العيش، وهذا عينة اللوبيا. لوبيا حد يسمي لوبيا، حد يسمي فاصوليا، لكن متعارف عليه نحن نسمي لوبيا، عاد الباقي العرب ما يقدر يسمونه. لكن بخبركم أنا ما شفت حد من بيوت إيران يخدم لوبيا على الريوق، يخدمون باقي لا ودنقة. ها شوفوا بالوزن، شوف كله بالجرام. علم الإنسان ما لم يعلم. يازنونه الوزن. شو جاي ترتيبه؟ وحده 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 وحده. وردي خدم اريكم بس هاي اخر وحده. ادري طولت عليكم لكن شيء جميل ويرزى من يطالع. حد من العرب يقول نحن ما يخسر الا ما يخصب ولا يطالع، ما بلازم يطالع. نحن نروي الوادم اللي يبون يشوفون هالمكان، ما باي حد يدخله ولا يدخلون اي حد. وهاي شركة من أكبر الشركات لتصنيع الحلويات عندهم في هالبلاد اللي نحن فيها. هنا المكينة لتهرس العيش، لتهرس العيش، وهذه لتهرس الفاصوليا. زين؟ ها ها تظهره؟ شرات الحبال ميلود وعقب ويكودون هني ويدلجمون دلاجيم على هالكبيرو. شفتوا هنا ايش يسوي بهالريال؟ ها هذا كله. ها شوفوا هذا طريقه. هذا حين خام جاهز جاهز، يودون عاد هناك يقطعون صغار صغار، ومن يتقطع حشو لفوا دور ما داره العيش هذا، العيش الخضر هذا بهالطريقه. انواع كلها اللي يخدم الشيف هذا اللي نحن وياه شيف الحلويات، كل هذا اللي تشوفونه ملونين. كل الاشياء اللي تشوفونها الالوان اللي فيها طبيعيه من الطبيعه، كلها من الحبوب، من قصب السكر ومن العيش ومن الورد ومن الاشياء الزراعيه، واللي داخل كلها بوي فاصوليا ولوبيا وحبوب، والدور ما داره من خاري عيش معيون ومفروم، وحاطين عليه اضافات الوان، اضافات الالوان اللي عليه الالوان الطبيعيه. في اليابان ما بيقول لك طيب مش طبيعي وهو مش طبيعي، ما حد يقدر حتى يفكر يسوي هالشيء. اي حد عندهم ممنوع، مجرد تفكير ما يفكرون بهالطريقه، مش مثل اي مكان في الدنيا العوده، شيء مختلف. هم كبشر مختلفين وكناس، وتعاملهم وطريقتهم مثل ما انا شفت للزياره الثانيه على التو. شوفوا اللي تشوفونها هاي خلطه، خلطه لشيء نوع من الحلويات بعد، بيض ويا فاصوليا ويا سكر. السكر مشتقات السكر، ما ادري شو هذا هو اللي يحطونه، ما لهم يعني، المهم كله مال الطبيعه. ووترميلون والله يح يح. شوف يح يح وترملر. كلها من الطبيعة، كل من الطبيعة، ولا شيء ينزخ باليدين، حتى جد البيضة بكينة. هي ممنوع التصوير، الوحيد هو العربي هو استاذ خالد الخالد اللي يدخل لي هاي الفاكتوري يصور. جزاكم الله خير، مشكورين على هالثقة، مشكورين على هالثقة الكبيرة. ها والله شيء جميل يا ربي، اقواله بالبيض. ها شوف الله عليكم.
مكينة كسل حتى البيض له مكينة روح حتى كسره. يا ربي بغيت خليني أدخل داخل قال عاد هني لا. أه. والله شيء جميل. والله نعيبني المنظر. تحس كأنك داخل معمل مرؤوس نووية. هي والله معمل نووي داخل. ها هذا الطباخ حين الشيف شو حين قبل ما يدخل هذا الحين هنا على غفلة. Good morning. Bonsoir. Bonsoir. قلت له شو؟ مثل ما نسوي نحن نسوي. للعمير هنا. ايه. هلو وي مس يو. تولهنا عليك. رجعنا الى قواعدنا سالمين. يلا دكاترة. يلا. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. كل حد يبغى يعطون هذا كتاب. هذا لنا نحن؟ This is special collection. Oh, he made it just now. Thank you very much, chef. هذا حين توا خادم لنا هلنا نحن. Very tasty. Very tasty. Thank you. Thank you very much. إيه ترى حقي لا أنا بس هذا ما بلكم. أكلناك يا ولد جاس. It's okay, but this one, please, we. Only today. See you next. Thank you. Thank you, chef. Thank you. Thank you. Please. الحين هاي شو طريقتهم هذه؟ باي 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 ثانك يو حليل حليل. كم نفر يشتغلون في هالمصنع؟ بلاد من كبره يا ربي. اي شيء فيه منتجات حلال من حلويات من البان من زبده من بيض كل اللي يظهر من المكان اللي نحن كنا فيه هذا هو اللي يغذي اليابان كلها بالمنتوجات الحلال المكان اللي نحن تونا ظهرنا منه. واعتقد ان الامارات فيه تعامل ما ادري عاد منوه اللي في الامارات اي شركه او اي مصنع او منوه او اي ما اعرف يعني لكن اللي انا عارفه عرفت من الاداره ان فيه استيراد من عندهم الامارات تستورد شيء هذا شو اسمك امينه هي من الإمارات يأخذون منتوجات من المصنع هذا لكن ما عارف منو عاد اللي يأخذ المنتوجات أي شركة ولا حق وين ولا حق شو كله ما أدري به أنا هذا أو ما يخصني يعني ليش أتعنى وأتصرف ترك اللي ما يعنيك فايدة. أمينة في هوكايدو في 4 فصول صح؟ الفصول هذه شو تمتاز فيه في الجو شو درجات الحرارة اي مو كنت علي نحسك ايوه في هوكايدو من شهر 11 للشهر 3 والحين حتى 4 3 بيكون مره ثلج مره برد ماينص تحت الصفر انزين الربيع يبدا من شهر 5 عندهم
زين. بعدين لين كم؟ الربيع للشهر 6. لين شهر 6 شهر شهر واحد الربيع؟ الربيع ايوه عندهم، بعدين تخضر تصفر شوية، وبعدين عندهم بس شهر ويبدأ المطر من شهر 9 والمطر والثلج يبدأ ينزل. لا إله إلا الله. أيوة. سكان هوكايدو هم الأصليين، ما حد ياهم نازحين، نازحين ما يوهم. الشباب اللي فيه كنت يا هوكايدو كلهم ساروا بوي طوكيو، يعني هوكايدو فيها قلة بسيطة من الشباب لأنها ما فيها أشغال وايدة، لأنها يعني أغلب الأوقات مطر وثلج. هذا الوقت اللي حين نحن فيه لين آخر شهر 6 أول شهر 7 بعدين يبتدي الثلج والمطر، يعني عندهم هالثلاث شهور المتنفس، واللي يحصدونه وهذا يخزنونه يطعمونه دباشهم ابوي وقت الامطار والثلوج. هذا الحين ابوي متحركنا من المصنع تقريبا 20 دقيقه، وهذا الطريق اللي تشوفونه. ايش اسمها هي؟ امنه. الحين كنا في مطار والحين رحنا لهي الفاكتوري والحين داخلين عشان هو بيكون خارج زي ناريتا خارج المدينه. اي المطار بعيد يعني عن البلاد، كم يبعد؟ ساعه تقريبا. خيبه البلاد والله بعد. حلفي 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 والله. ايوه احنا ماشيين الحين اكثر عشان جلستنا في النص الطريق مع هاي فكتور. ايه ساعه عادي هاي في عشان هو المطار. نحن وين سايرتنا الحين انتي؟ وين؟ وين سايرة؟ وين رايحة؟ رايحة للمطعم. مطعم؟ مطعم شو؟ مطعم خضار. طولي حسك؟ مطعم خضار؟ فيجيتابل. زين نحن ابوي ما فيجيتيريان، نحن ناكل لحم وناكل دياي وناكل سمك. هذا ليش بتودينا المطعم هذا انتي؟ من احسن المطاعم. ايوه. لكن فيجيتيريان. ايوه. زين لكن نحن ما فيجيتيريان. نحن بلحم دياي سمك، حتى لو لحم سمونا ناكل ما خلي شيء. صدق والله حليبة وين المطعم بلاي ما فيه لا لحم ولا دياي ولا سمك. انت تقولي نباتي. نباتي يا عثرتنا. بس شوف المنظر منظر ويواعة ما يستوي، شبعينا يما يا قبل ولا حجين على المنظر. هذا المنظر ابراهيم بتقول بعد راقد واعي الحين انت. شو هذا ابراهيم كله راقد راقد راقد؟ ما تخلون حد يرقد انتم. انا شي خاصني هذا كله ابو احمد الصليطي. محمد ليش ما تخلي ابراهيم يرقد؟ ابراهيم انا اعذيك؟ لا حش. منو ما ظنك عيال؟ سوالف. انا ما هو وليدك ايوب؟ يا صبر ايوب على بلوى، يا صبرك على امك. حليلك حليلك. اي والله الله يكون في عونه عليك يا ابو. ما تنقهرين ما تنقهرين ما تنقهرين. الداد لفقير هذاكي شو اسمه؟ لا رايلك الداد لفقير الداد له الداد له. آمنة شو لون بقرهم؟ أبيض وأسود. يا بنت الحلال ما سمعت. أبيض وأسود. قولي والله. والله ما أصفر؟ لا أبيض وأسود. كيف عرفتي؟ والله بعرف. أنا ما سمعت. والله بعرف. أبيض وأسود؟ ما بصفر بقرهم؟ لا. ما بجرسي؟ لا. أبيض وأسود؟ حلفي والله. قولي والله العظيم. والله العظيم دخلت وشفته. شفتيهن؟ ايوه. ابيض واسود؟ ابيض واسود. وحنشوفه الحين كمان في طريقنا. وين شفناهم ابيض واسود؟ دقيقه بشوي. ما علي ما علي ما علي ما عندي مشكله. وين شفناهم ابيض واسود؟ شو معنى؟ يعني شو الرهن؟ في رهان ولا بدون رهان؟ ايوه رهان. انزين انت تقولي ابيض واسود؟ ايوه. قولي والله. والله. حلفك. المنطقة الله يحفظك أبو أبويا اسمها ميزو نوتو، ونحن جايين أبويا بنتغدى في هالمكان، وهالمكان أبويا مطعم عفوان الله مليون مطعم نباتي.
اسمه ميزو نوتو. هذا هذا ها اسمه ميزو نوتو. هلا ما تشوفون وهذا الطريق عاده الى المطعم. من نوصل داخل بنصور نخبركم الهست نخبركم عن طباخ خمسة ونمونته وعلمه واخبره اذا الله جعله من الحي. وصلنا الله يحفظكم للمطعم هاللي نحن الحين بنتغدى فيه. وهذا المدخل ماله هلا ما تشوفون مطعم كله فيجيتيريان. هذا المطعم ابوي كله فيجيتيريان هلا ما تشوفون كله فيجيتيريان. ابوي سامان كله فيجيتيريان ما شيء وهو ما فيجيتيريان كله ابوي فنان. يا ربي يا هي دنيا هاي لحظة طبابيخ الفيجيتيريا وهذا السلطات الفيجيتيريا. حافظ عليك يا البامية ها صديقي الفنجان. وهذا الحلو المكرون وهذا عاد شو ما اعرف شو اصلا اكيد من شيفته فنان اكيد بناخذ بيه من كل شيء ما بنخلي شيء ما بطعمه بالاخص هذا يبني شكله ما ادري شو لكن اكيد انه زين. هاي يميع الشوربات هذا هنا هذا اللي اقول لكم مع الشبع سيس هذا أهم شيء في الدنيا العودي طحالب البحرية أغمى واحد وشربة عاد ما وحالي أصورها صور حطيتها وشربتها وعقب تذكرت أني ما صورتها اللي هي الطحالب مال البحر اللي شرات الشباء ويصبون عليه مروق غير نمونة بعد ما أدري شو وياه المهم صمصمت عليها. سلطة هذه اللي تشوفونها يمكن 15 نوع سلطة. هذا اللي تشوفونه روحه نوع وهذا روحه نوع وهذا روحه بعد نوع وهذا منقير وهذا بعد منقير وهذا منقير وهذا روحه وهذا روحه وهذا روحه وهذا روحه وهذا روحه وهذا روحه يعني حوالي 10 نمونات كلها سلطات وكله ما فيهم واحد يشابه ربيعه. موضوع ابويا ما بخطير بطريقه عاديه خطير زياده على اللزوم. طاش طالع تتغدى وتشوف المنظر هذه تحت هاي بحيره تراها بحيرة كم مكبرة شو اسمها البحيرة هاي؟ تدري شو اسمها؟ منو؟ ميزونو اسم البحيرة بلاد من كبرها. وهذا غدائي هذا عدد لا تسألوني عن أي شيء من هذا. هذا ما أدري بالشو هذا ما أدري بالشو هذا ما أدري بالشو خمس ست تمونات لكم ولا واحد منهم أنا أعرفه. وهذا بعد هذا هذا مش أملي هذا أم رايس هذا بالعيش شي عيش معيون ويخدمونه يا غير التحرّة شو اسمه إيش قلنا يا غير شو اسمه هو يا غير بيض أومليت وهو ما بأومليت إيش نسيت أصور لكم إياه. هلو شو هذا ها عصير شو اللي تبى يعصرون لك إياه الساعة. هذا طماط وهذا برتقال وهذا تفاح وطماط وبرتقال وهذا كيوي ويا ما ادري شو وهذا نعناع حبنا على شمندر ويا اناناس وهذا موز ويا حليب عصير الموز في كاسه شفاء نفسي من العله ياكم الله. والله يا كان حد ممتحن من عمره انت حد يروح يصور عمره حد يروح يصور عمره 100 ودي لا انت تبالغ الموضوع. ها كم عيل والله تبالغ زين كم صورت؟ بس وديتين 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 حلو وادمك يا شابه هاي حين يمكن 20 مو ب 20 ابراهيم تراك ما ملامح وجهك مره ما تبين والله ها لما يطول العنب حامض عنه يا رح الله يا رح الله بنت ابوها ما كذبت احلام الساعه يوم قالت
يقول لك فارج خوز عنا انت وربعك ابويا خوز يقول زي سيارة انا اقول يبقى الفكاك ايش هذا الرجال مخلص الدنيا بالتصوير هذه بارك الله فيكم سيارتنا موجودين نحن في هوكايدو هوكايدو على ما تشوفونها كلها ثلوج وهذه البحيرة حب بحيرة النهر هذا مصب الثلوج اللي فوق اليبال كل اللي تكودني اليبل هاك اللي تشوفونه فوق البركان فوهة البركان هايج هذاك اليبل اسمه تروماي ارتفاعه 1041 متر ارتفاعه 1041 متر واللي عداله هذا ارتفاعه 1100 متر يسمونه هيوسي انزين وهذا اللي تشوفونها هذا استوت عليه الأولمبيات سنة 1972 ارتفاع 1320 وخذت البطولة فيه الصين على هالأساس ارتفعت كل أسهم هذه المنطقة اللي نحن فيها والبلاد جميل وزين وتمتاز بالألبان والحلويات وجوها الفنان يعني بلاد وايد جميلة الله يحفظكم حين نحن ابويا كم باجي 37 كيلومتر بنوصل ابويا سابورو عاصمة هوكايدو راجلنا عن نوصل تقريبا 37 كيلو وين سايرين سابورو عاصمة هوكايدو يا سلام سلم يا حبيب يا حبيب اسمي هلدا اسمي هلدا اسمي هلدا دار غير نمونة بيضة ترى الشر اللي عاد ثلوج ريت يا رب البيت الحرام هنا نحن يا الله يحفظ باتجاه سابورو وسابورو المنطقة اللي نحن فيها ارتفاع الثلج متر لكن من نوصل هناك ارتفاع الثلج 6 امتار عن الأرض ارتفاعه 6 امتار عن الثلج عن الأرض عن الأرض زيت كل واحد شو قلت ارتفاع عن الثلج انزين هياهي بس هم عرفوا عادة ارتفاع الثلج عن الأرض 6 امتار والمكان هذا متر بس الحمد لله ها ها شوفوا شو المنظر شو الحلو في يمايا ثلج ريج يا الله يا عاد اللي يعشقون الثلج وايدين انا عاد مب منهم انا مب من عشاق الثلج لكن وايدين ابوي العرب اللي يحبون الثلج ها ما سمعت الجو الحين انت ندري بانه مش بس هاي رحمة من الله سبحانه وتعالى نيينا والجو مش بس لابن يطيح ثلج ولابن يطيح مطر سؤالي انت ليش وديتينا المعمل مال الحلو الحلويات هذا نور ترابل هي عضو في وزارة السياحة صح؟ نعم اليابانية نعم لما سمع هاي السيد صاحب هاي الفاكتوري لما سمع اللي الأستاذ خالد الخالد حيجي لليابان طلب من وزارة السياحة اليابانية وزارة السياحة اليابانية طلبت من المدير الياباني والمدير الياباني وافق اللي استيف خالد إلهم شرف إلهم يزور هاي المقنع ليش؟ علشان هم عندهم اتفاقية مع الاقتصاد ترويج المنتجات الحلال اليابانية بالإمارات أيوة يعني هالرجال عنده شغل في الإمارات الله يخليك أيوة قالك أنا زرت الإمارات عدة مرات لهيك هم شرف لهم كبير وفي نقطة ثانية لأول مرة عربي بيدخل بيصور هيك عندهم هيك أول مرة صح؟ والله الله بعد؟ والله حلفي والله بحلف لك قولي والله والله ما صدق والله أول عربي يدخل بيصور هيك شوف أنت حيحط على سناب شات أول عربي والعربي دخلوا هيك كم باقي عن نوصل؟ 20 دقيقة زي. إن شاء الله متابعينك اللي اتصلوا بي البارح اتصلوا معي البارح إن شاء الله بتعجبهم هوكايدو إن شاء الله شو اسمها؟ هوكايدو ليش ما تطولين حسك؟ هوكايدو ما سمعت؟ هوكايدو بارك الله فيك
أيوة. Thank you. أنا الحين الله يحفظكم في استضافة حكومة سياحية في اليابان، وهي الأعضاء تبع الحكومة اليابانية السياحية. هذا أكثر ما لفت انتباهي، هالبرج اللي في كل مكان العالم كلها تتباهى به وتفتخر به. شكرا دبي، شكرا دولة الإمارات على هالإنجاز الفخر اللي وين ما نسير نلقط بصمة الإمارات موجودة، وبالذات دبي على الله يحفظها ويحفظ دولة الإمارات من شرقها لين غربها يا رب العالمين.10泊11日の旅行っていうふうに聞いてます。東京から、札幌に、今日いらっしゃった、はい。どうしましょう、ずっと話してもらえると準備していただいたんですか。نحن وصلنا من طوكيو إلى سابورو، وهي حكومة السياحة بسابورو. نعم. عنا اجتماع. بارك الله فيك. طوكيو の方はもうすでに桜が咲いてる時期だと思いますけども、こちらまだ雪が残っている。北海道はまだ雪が残っている。ただこの 2、3日少し暖かくなったんですよ。هي شوي الحين شمس بس هي مرة حلوة على كانت الثلج بس حلوة إن شاء الله عجبتكم. لا لا خبري يقول البلاد نحن أكثر استأنسنا أنها ما فيها سوتاج هي أوكي. を日本にお招きしたいというふうに考えてます。とりわけ2020年に東京オリンピックがあるんですけども、それまでに4000万人。هي الأولمبياد في اليابان حتكون ما زلت 4 سنين و شيء شرف لهم يجوا العرب هنا. إن شاء الله. みたいというふうに思ってます。ただ今まだですね、その半分ぐらい250万人ぐらいしか来ませんから、これを倍に増やしたいというふうに思ってます。ほんま الحين بفرجونا كيف بتعجبكم هوكايدو هاي علشان 2020 حيكون الاولمبياد هنا في اليابان ان شاء الله. بيحبوا السياح من تكون من اوروبا عندهم هنا، بس الحين هم بيحبوا بتكون من الخليج العربي ان شاء الله ان شاء الله. اخرى الارابيان ترافل ماتو に京都市さんとですね、札幌市さん、北海道と組んでですね、出展したいというふうに思って、そこでプロモーションしたいと考えてます。Yes. UAE の方は美味しいものをたくさん食べてきていると思います。世界のいろんな国でいろんな美味しいものを食べてきていらっしゃると思います。北海道の食もですね、また一つおつなもんなんで、素晴らしいもんなんで、ぜひまた召し上がっていただければ、この現地で召し上がっていただければいいかなというふうに思います。その後関西に行くって聞いてますけども、私も先ほど言ったように京都と連携して、トラベルマートに出店したりしますけども、はい、京都の歴史と北海道の自然という組み合わせでですね、そういうもので、ですね、見ていただければ非常にいいかなというふうに思います。じゃあ、ぐちゃぐちゃにしちゃった。
So, これ、ですか、so, we have the minority Ainu, so they had the Pakan, and they had the meaning, it has meaning. هذا طريقة اللبس التقليدي مالهم. فهذه هدية من عندهم فيها النقش من قطعة من ثيابهم التقليدية الأخوار مالهم روحهم. Thank you very much. Very good. Thank you. صور هيك. صور من هاي السكورة. شكرا جزيلا إبراهيم. هذا المبنى اللي تونا كنا فيه اللي هو الوزارة، وهذه سيارتنا. هذه شو المراد فهمه من زيارتي لدارة السياحة عندهم؟ ليش طالبيني؟ ليش الاجتماع هذا؟ هي فرع من الحكومة السياحية باليابان. أها. مينستر الحكومة اليابانية باليابان. نعم. هي فرع طلبوا من استاذ خالد هو اللي يروج لهم مع السياح العرب اللي يجوا لهوكايدو، علشان هوكايدو الناس بتروح لروسيا قال لك وكل شيء، بس هوكايدو يبغون الناس تي اللي يحب الثلج اي هوكايدو، ويحب السياحه اي هوكايدو، صح؟ صح. بارك الله فيك. استاذ خالد ما سمعت. هو استاذ خالد في اليابان هي اول مره الترويج السياحي، اول مره الترويج السياحه للسوشيال ميديا سناب شات وزي هيك، متابعين عندك ما شاء الله عليهم، وناس ما شاء الله متابعينك ما شاء الله. اليابان الحين بتتابع في هاي الحدث، عندهم حدث كبير من وزارة السياحة، من الفنادق، من كل شيء يتابعون. وزي ما أنا ما أتكلم ياباني، في ناس بتترجم لهم ويعرفوا كل شيء. سبحان الله. أستاذ خالد أنا بتابع فيك وبشوف أنت بتوصل لك أفخر وأفخم الهدايا، صح؟ نعم. وأشياء هدايا ما شاء الله من كل أهل الخير، ما شاء الله هدايا كريمة وحلوة، الحمد لله. بس بالنسبة إلي اليوم أنت أخذت أفخر شيء وأفخر هدية، مستحيل هاي أول عربي بتوصل له هاي الهدية، من ملابسهم، من الملابس الصنع اليدوي الياباني مطرزينها باليد هيك، عندهم شيء كبير، شيء ثمين عندهم هم. أيوة. هاي الهدية شيء ثمين عندهم هم، ما هو شيء بسيط. في ممكن حدا بيقول شو هاي قطعة الخلق اللي هادوها له، ما فيها ولا شيء، بس هم هاي يصبغوها وبعدين كيف يصنعوها وكيف صبغوها وكل شيء قطعة قطعة، معناها هاي من أيادي إلك، من أيادي بعدين إلك أنت. جزاهم الله خير، وأنا مثمن للجهود الحلوة هذه. هذا الله يحفظكم الرجال اسمه هوريكاوا، من رجال أعمال ويملك كل الفنادق اللي موجودة في سابورو، فمستدعني وعازمني اليوم وضيافتي اليوم عنده في أحد الفنادق اللي هو يملكها، وبكرة راح يودينا طول النهار في منتجعات مياه كبريتية حارة في ليبال عندهم. هوت سبريم اسمها؟ هوت سبريم. شو بقول؟ بس عليكم. هو مدير الفنادق. هو مدير الفنادق وهو اللي مسؤول عنهن. Thank you very much. Thank you. Oh, we have 20 hotels in Japan and 17 hotels in Hokkaido. Hokkaido. Yeah, very famous hot spring have. We have hotel in at famous hot spring, all famous hot spring in Hokkaido. And about 200 rooms, big scale hotels. Aiyah. And all of them 5 stars. Yeah.
هوت سبرينج يعني المياه الكبريتية الحارة. هني عندهم المياه الكبريتية الحارة وايد ضروري الاعتناء فيها. بالنسبة للحكومة اليابانية مسوية فنادق فايف ستار على كل عين، كل عين من هالعيون مسوية لها فندق فايف ستار من كثر أهميتها وأهمية السياحة للمياه الكبريتية في اليابان. الناس تعرف أهمية المياه الحارة الكبريتية في هوكايدو، يعني الواحد يقدر يدخل على النت ويسأل عن أهمية المياه الحارة اللي موجودة في هوكايدو. Say it again please. For Hokkaido's people 20 degrees means very hot. أعلى درجة حرارة تسوي عندهم 25. يوم قالوني عن درجة الحرارة قلت لهم ساعة توصل 55، قالوا نحن أكثر درجة حرارة توصل 25. At Hokkaido for January minus 5 to 10 degrees is normal. لا إله إلا الله. Very cold. It is. It is. Hi, السلام عليكم. عربو. Nice to meet you. Thank you for giving me this chance to say hello for your. هاي اللي تشوفونهم كلها نبوي مجموعة فنادق، الفنادق مالاته. كلهن هاي اللي تشوفونهم. كل هالمجموعة الفنادق كلهن فنادق مالاته هاي اللي تشوفونه. هذا الرجال. هذا. يعني هب كمبني من الصغار كمبني من الكبار، الكمبني الصدقي يعني. لا 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 no you have to come to why he don't like to come to Abu to United Arab Emirates because for our imagination that Dubai is a country for rich people. Thank you very much. No, we're going to be very happy to see you there inshallah. 日本人 to the Dubai For Japanese, that we imagine Dubai is very, very rich, very luxury. It is. It is. It is. It is right. You are right. You are not wrong. So this, But you are one of the famous guy here. That's why I am here. So I cannot go to Dubai. So that's why he cannot go to Dubai because Dubai. Maybe goes on achieve. No, you have to come. Very important. I will invite you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. من طبيعيهم أنهم لازم يوصلون الضيف لين باب الأسانسير. هاي طبيعة عندهم مستحيل يودرونها. تحرر المذهب والأصول بس اللي عندنا نحن. حتى هم عندهم أشياء قوانين. يعني مستحيل انهم يتخلون عنها فيوصلون ضيفهم لين عند الباب ويخلون حد من الموظفين يوصل لين عند السياره. هاي عوايدهم كان في بيت ولا في 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 مكتب. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. مع السلامه. تقريبا احنا وصلنا واللي شلنا بوي شناط حريق. شوف بنياتي شلنا شناط. بنيات. شوف. وصلنا أبوي الفندق بحفظ الله ورعايته. ربعي هذه حجرتهم وأنا هذه حجيرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجل هذا أبوي. غسلني
هذا شو حمل؟ الحمام هذاك المصباح. ظلمي. أيوة. الخيبي الفوت أبو. ما أكثر عن بيكون الخاص عنده الفوت. إنزين. تحت البلكونة يا أبو العربة. قالت رموت. هذا أبوي. اطلالت يا سلام على المنظر يا سلام على المنظر شوف هناك شوف الدنيا ايش قال بيضه من الثلوج هو ترشر ليعاد ياو تقول لك شيء ثانك يو فيري ماتش ثانك يو مساكم الله بالخير هوصله مساكم الله بالخير اقول لكم جيتي انا مخصوص لهالبلاد لاجل رقم واحد اخبر العرب ابو اخبر المتابعين يعني عن فنادقها وعلمها وخبرها وكل مدينه ازورها في اليابان شو فيها وشو ما فيها وحين مثلا الفندق اللي اسكنه اخبركم شو فيه زين من شين عدل من ما يعني أنا جاي على هالأساس ما بجاي أتكشت روحي جاي بدعوة من هالبلاد إني أنا أي أعرف متابعيني شو فيها هالبلاد شو تمتاز فيه شو جوها شو دنياها وبس واللي بيوز له يوز واللي ما بيوز وشو بدي الحيلة هنا جاي يعني جولة تعريفية يا رك الله يا رحمة ما قلت لكم بخبركم عن الفندق الفندق يلا الله يحفظكم اسمه جي آر تاور نيكول سابورو عمره ما يقارب 15 سنة الفندق فيه 342 غرفة سويتات اثنين فيه السويتات مش كبار وايد شوية أكبر عن حجرتي وهذا مديره واترويدا هذا نايت بيوتي مانجر الفندق زين هذا هو النايت مانجر واسمه واترويدا ثانك يو نايت مانجر ثانك يو فيري ماتش وي ويل جو تو شو ذا اور فولورز يور رومز يس دو يو مايند ثانك يو فيري ماتش ثانك يو في حركه الحركه مش وايد لأن أتوقع أن البلاد هاي يجونها يوم اللي يكون فيه سكي وما سكي ولها لها طقوسة لها مواسم البلاد وكل بلد لها وقت معين للزيارة ولها ترتيبها أنا توني جاي فما هو حالي أعرف أي شيء يعني واللي عرفت شيء بسيط البحيرة واللي بال هاي لكن اللي شفناهم بساعة ما في شيء جدير بالذكرني أقدر أخبركم عنه إن شاء الله بكرة تمنا واصلين يعني وتعب ورهاق فإن شاء الله حبيت سير نتعشى بتينا حينا عاملة بتاخذنا على العشاء وانت عشاء بطالع شو عندي من معلومات بتخبرني بها هذه أمينة وبنرمس عنها إن شاء الله هذا الدور 33 بسم الله رايت سايد شعلي ما شيء خلاف ما شيء خلاف المرة هذا الفندق مثل ما خبرتكم هذا نوع من انواع الغرف اول بعد يجيك التبت ايت اليسار اكزيكتيف لكن دبل الغرفه دبل نحن نسمي الشبايه ابو نفر ونص ابو نفر ابو نفر ونص الحجره هي يعني معقوله ما بالحجم العادي شويه اكبر عن العادي
تطل على اليبال هناك هناك عدهاش كلها تكون بيابة يبال هاي اللي تحت كلها المدينة حينا نحن نحن في الدور اللي which floor we are executive twin 33rd 33 دور 33 نحن حينا دور 33 واللي يبال دور ما دار هالبقعة كلها يبال ومنتجعات سياحية لل مال السكي ومال التزلج وينابيع الحارة عندهم أهم شيء عندهم في هالبلاد هي الينابيع الحارة الصحية فيتعنون هالأوروبيين والناس كلها تيهم لجل السياحة الصحية بما فيها يعني العلاج الطبيعي عندهم اللي هو العيون الحارة عندهم وأسعار الفندق هذا ما أعرف عنها ولا يخصني اللي يقدر يفيدكم هو شركة نور ترافل فشركة نور ترافل هي اللي عندها الخبر والعلم عن الفنادق فهي اللي عندها أسعار خاصة لكل الفنادق اللي أنا أسكنها وسكنتها عندهم ووايدة الفنادق وفي فنادق وايدة عندهم ما بوبر عدا أنا أتلي فنادقهم كلها وايدة الفنادق آلاف الفنادق لكن الفنادق اللي عندهم أسعار فيها وايدة وانتوا واللي بي اليابان ويبقى جوله في ربوع اليابان اليابان من بلاد لبلاد شيء ساعتين وثلاث فنور ترافل هي بتسوي لكم التور كامل يعني كل مدينه كم يوم تبقى وشو فيها شو ما فيها وعندهم اختصاصيين من مترجمين ذكور واناث وجلسه بيت وجلسه اطفال وجلسه ناس كبار يعني العلم والخبر بكل فشركة نور ترافل هي اللي عندها العلم والخبر وكل شيء تدريبه وهذا بعد نوع واحد من الغرف بعد قانونهم لو حتى هو مدير الفندق ومحد في الغرفة متأكد لازم لازم يدق الجرس هاي يسموها كورنر ديلكس توين 40 سكوير متر هاي تشابه حجرتي نفس المنظر لكن عاد هذا البلكونة وايد كبيرة يعني كل شيء لالي ترى البلاد اللي يزيلها دور ما دارها كلها يبال يبال دور ما دارها هالكوفي ماشين وما ادري شو الاشياء هذه تبعها What is this here? Bathroom. Okay, open it please. ايوه هذا حمام. تبغى يبون هكذا رفوت انا ابو Thank you very much, Mr. Veda. My pleasure. Thank you very much. Thank you. الفكرة عندهم مطاعم ثلاثة. واحد فرنسي. واحد جاباني. The third restaurant. One French. And the other one Japanese. The third one. The third one? Cafe. Yeah. عبارة كافية وفيه يقدمون سلطات ويعني. يعني على اساس الحين كل واحد بتليفونه لا تسولفون ولا ترمسون ماشي بالدنيا كلها جي سلام عليك ابوي هذا كل رقاد قيلوله خفيف قيلوله قول لي والله خفيف قيلوله بسم الله عليك حتى برق وجهك بسم الله عليك الرحمن لا تدخل بعد داخل ثانك يو فيري ماتش ثانك يو يلا يا بنت الحلال 200 مليون وايد تاخرت علينا سلام عليكم كيف الحال؟ كل شيء زين؟ كل شيء زين. يلا وين تودين نتغدى نتعشى؟ ايه مطعم فرنسي. تصاصرين عمرك ليش يعني؟ انا ما اسمعت. مطعم فرنسي ان شاء الله حروقه. هي. بس هي وان شاء الله بكره هو البرنامج في كل الاماكن ان شاء الله حلوه. في ناس عشان تسال اللون على هوكايدو هي عشان احنا البرنامج بدا من المطار. الحين في اتصالات على هوكايدو مش هيك
احنا بدأنا من المطار اللي هيك عشان ما نرد مرة ثانية. ايوه الحين خلاص بكرة ان شاء الله هروح المكان التزحلق وكل شيء ان شاء الله. لان لين الحين العالم يقول نحن ما شفنا شيء. صح ان شاء الله. اللي شفناه شافه المصنع وشافه الفندق. أنا وإبراهيم بي وصلنا فوق المطعم الفرنسي. حمد. ها أنا ها شو توك تقول يبولي العشاء وين؟ تعال. الله يحفظهم الشباب ما شاء الله عليهم. قالوا بلسخون يا حبيب النبي. منو هالصناعة كلها؟ كلها شو؟ كلمني ما كله أنت هو إبراهيم. أنت ما كنتوا شيء بعد. بعدني. أقولكم باكر الله يحفظكم بتينا سيارة بنشتغل إن شاء الله الساعة 8. الساعة 8 الصبح بنشتهد سير الله يحفظكم منتجع سياحي للمياه الحارة يبعد ساعة من عين الماء من وسط المدينة ساعة من توصل هناك من عقب الساعة لازم تمشي عد على ريولك 15 دقيقة لين توصل العين هذه والعين هذه مقام عليها منتجع سياحي عالمي فيه ما يقارب 18 نوع من المياه الكبريتية الحارة مختلف درجات الحرارة كل نوع من هالمياه الكبريتية اللي تطلع من تحت الأرض تداوي لها تأثير على الجسم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنوع من الآلام الجسم المنتجع يا الله يحفظكم عبارة عن منتجع 5 نجوم منتجع 5 نجوم فيه غرف للبيت يعني عبارة فندق وأجنحة حال أي منتجع لكنه 5 نجوم ومسوينه مخصوص للي يبون يشافون أو يتعالجون أو راحة واسترخاء واستجمام من ضغوط العمل وهذا الأشياء ما تخوزها عادة إلا المياه الكبريتية الحارة بجميع أنواعها اسم المنتجع وستن ريستو اسم المنتجع وستن ريستو والمالك شفتوا لي بساعة صورت لكم يا الريال هذا بنكشم اللي يملك ما أدري كم فندق فيك أنت يا اليابان هو هذا أبوي راعي الدنيا هاي كلها عنده مال المؤمنين والمؤمنات شيء يعرف وشيء ما يعرف والله قد حق الغلامة لو أنت تتكلم من هاك سمونه اللي في طوكيو وتأخذين هذا بعيدة براكلتش عرفتوا على منها طريقة الغلام ما يعرف انه ناطري هو يعني تابعني بعد تقول لي ابوي ستيك مال واقيو ستيك مال واقيو هذا ابراهيم ستيك مال واقيو خطفنا على الدنيا كلها خطفنا على الدنيا كلها وحين قلت عبر ويكم هذا الستيك هذا اكلهم زين وفنان مطعم فرنسي هذا كان هذا بعدي ما طعمته ليش؟ علومك علومي طيبة تقول شايفيني؟ لا بسم الله عليك ما فيك شيء من القول يا أبو يا أبو خليل جزاك الله خير ما فيك شيء من القول لا في شيء تبغى تقول شيء لا بس ما تحب صفحة وأحمد وين؟ نعم الله عليكم وين ساير؟ وين ساير؟ أتقدمك ليش؟ لأن قدامي دري يا توكل على الله ما ترى المطعم هاي اللي نحن فيه الحين هالفرنسي يدور روحه شرات اللي الأول في فندق حياة الجنسي هاللي فوق يدور هذا شرات بعد يدور روحه الله يبوك من يدور ما بشوي شوي بعد تونا هناك كنا طرف هذاك وحين ردينا هذا شو أقولكم أمور جارك الله يا إبراهيم يا بسم الله عليك الرحمن الرحيم حبيبي المطعم عبارة عن مثل كباين كل مشاهد الإزاز عادة عبارة عن كباين كل حد أبوي كل حد مثل هذا ها كبير نروح الحين هذا فوق قدامك سطح عقب شوي ما بتوع إلا مرة هناك صار يعني ها إبراهيم بسم الله إبراهيم بلا كأنه من غادر يا غير علامة استفهام ما شاء الله عليك الله يعافيك
Gracias.